نحن الآن في المكان الذي عجزت منظمات حقوقية من الوصول إليه. نحن حاليا عند جثتي ماري كولفن وريمي أوشليك. ها هما الجثتان اللتان مقتولتا على يد الجيش السوري. وحتى الآن لم ينجح الصليب الأحمر الدولي ولا الهلال الأحمر العربي السوري ولا أي منظمة حقوقية أو دولية بالوصول إلى هاتين الجثتين. أكثر من 7 أيام وهاتان الجثتان موجودتان في براد معد لاستقبال الخضار والفواكه ولتخزين الخضار والفواكه. نعم المكان غير إنساني أبداً، والطريقة التي قتلا بها غير إنسانية تماماً. يعني لا يوجد أي مبرر لعدم التدخل حتى الآن لإيقاظ هاتين الجثتين المقتولتين على يد قوات النظام في سوريا، بالإضافة أيضاً إلى بعض المصابين مثل الصحفية الفرنسية. نعم هذه هي جثة الصحفية ماري كولفين، الصحفية في صحيفة ساندي تايمز، أيضا الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك. نحن نطالب خلاص بلا حبل.